أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت اسمها بميم ميم ميم تقول: في المدينة التي أقيم فيها أسعار المهور غالية جدا تسبب عزوف الشباب عن الزواج، ما رأي فضيلتكم في ذلك من الناحية الشرعية؟ مأجورين. هذا خطأ وضرر، رفع المهور والمغالاة فيها فيه مضار عظيمة، فيه إرهاق للمسلمين خصوصا الفقراء وتعويق للزواج، وفيه أنه سبب لعنوسة النساء وتعرضهن للفساد، تعرض الشباب للفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن ييسروا المهور. الواجب على المرأة وعلى وليها أن يقنع بالمهر اليسير، لأنه أكثر بركة وأكثر خيرا، كما في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وإذا زادت المهور إلى حد المغالاة رتب على ذلك مفاسد كبيرة، وربما تكون سببا للبغضة بين الزوجين، لأن الزوج يتذكر هذا المهر الباهظ، وكل ما حصل من زوجته أي خلل فإنه يوبخها ويقول: كلفتك كذا وكذا من المهر. أما إذا جاءت المرأة في مهر يسير هذا مما يحببها إلى زوجها. فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذا الجانب العظيم وهو تيسير المهور. نعم.